لكن انا اشوف يعني التقارب بالنسبه لل ما قلت لك ان الفريق ما يستقبل، لكن الفريق يسجل. قبل سنتين وثلاث سنوات لما كان مع المنتخب احمد خليل، عمر عبد الرحمن، مبخوت، عامر، خميس اسماعيل، تحس وكلها امور يمكن تعطي للفريق يعني اريحيه جدا، حتى يخففون العبء عن المدافعين، تقليل لكن انا اقول بالنسبه لي الوصل اذا اراد انه يعني يوقف فريق شباب الاهلي عليه ان ايقاف الجهه اليمنى لفريق فريق شباب الاهلي، ان هي الجهه اللي يعني مفتاح اللعب ومصدر الخطوره بالنسبه لشباب الاهلي. احمد جميل اليوم يكون له دور كبير، وايضا اقول هذا الدور بيكون على صوت، وكلهم عندهم نزعه هجوميه لذلك قد يكون على حساب شوفوا ما في خوف اذا في تنظيم في ارضيه الملعب، ما تصور اللي في خوف على اعتبار ان الرباعي موجودين اليوم، يعني الرباعي الدفاع خاصه الاطراف ما يروح الامارات، وللعرب كافه ان يدخل بنجاح. وكنا نعلم بأن هذه المحاولات قد تكون 50-50 مثل ما يقال، لكن الحمد لله أن كتب الله التوفيق. لا شيء مستحيل، مسبار الأمل يدخل في مداره حول كوكب المريخ في مهمة اكتشاف الكوكب الأحمر والإمارات القوة الخامسة التي تحقق هذا الأمر في مهمة انطلقت في 20 يوليو. دارت له عمري وله سمت روحي، عشق الوطن في مهجتي والولا نبض تشهق به انفاسي وتبرى جروحي، ولو حاربوني وانشغل فيني البعض مكتوب لي حظ السعادة بلوحي. أنا في مباراة كبيرة وفي مرحلة كبيرة أيضا من الدور نصف النهائي ومن مباراة الذهاب ما بين الوصل وشباب الأهلي في بطولة كأس الخليج العربي على وقع هذا الخبر الكبير والعظيم، مباراة كبيرة وقمة دور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي بعد أن شهدنا في أورجيسوس. هذه هي الأسماء بالنسبة للمدرب مهدي علي مدرب نادي شباب الأهلي. شباب الأهلي بالمقابل هدف، وفي المقابل نادي الوصل القادم هو الآخر من انتصار مهم على نادي حتى برما، ولكن ماجد ناصر حاضر وموجود في هذه اللقطة وفي هذه الكرة. وصلت مرة أخرى لشباب الأهلي عن طريق عبد العزيز صنقور، ينطلق يتقدم غياب الظهير الأيمن عبد العزيز هيكل بطبيعة الحال الغياب المهم العديدة والكثيرة عن الفريقين خاصة في الفترة الأخيرة. كرة لجلال الدين ماشاريبوف ينطلق في الجهة اليسرى، محاولة المرور العبور لكن مراقب محاصر العزيزي أوروز، وبالتالي الكرة تستخلص لمصلح مهما على الأراضي النصراوية بهدفين مقابل هدف واحد. وبالتالي بانتظار مباراة الإياب على ملعب نادي اتحاد جلبة في 2 مارس القادم. هنا مباراة الذهاب ما بين الأهلي، ديربي منذ قديم الزمان، ولكن على مستوى النتائج الأخيرة الحديث عن اللقاء الأخير الذي انتهى بالتعادل في بطولة الدوري، في جيريدو الغائب سجل ثنائية الوصل وشباب الأهلي عن طريق زون تانييف الأوزبكي الذي يعود مرة أخرى إلى مواطن الآخر جلال الدين ماشاريبوف في لقطة في كرة تتحول وتعود بعد من أول ربع ساعة. الأمور لا زالت سلبية حتى الآن، عرضية عالية من جلال الدين ماشاريبوف أمام المرمى، الكرة لحبوش صالح فيها انطلاق الآن حاضرة وموجودة، هذه خطيرة لكارلوس إدواردو، كارلوس يمر، كارلوس يسيطر، الله أولى. ننتظر ونشاهد ونتابع، هل يأتي الهدف من كرة ثابتة؟ هل تكون أولى الأهداف من هذه الكرة؟ إن أتى الهدف سيكون من أجمل ما يكون، الكرات الثابتة هنا في هذا اللقاء. هذا هو الحائط الوصلاوي، الصافرة أتت، وبالتالي الآن في ديريكو الكرة اصطدت في الحائط.
مساعده حسن العبدولي الان يستعد للتنفيذ. شباب الاهلي من ضربه ركنيه، الهداف يقول الاوزبكي جلال الدين كارلوس ادواردو، وبقيه الاسماء في الضربه الركنيه الاولى في المباراه بالراس امام المرمى، لكنها تبعد في اللحظات الاخيره وتعود. ايغور كارلوس ادواردو، الله على المرور، على التهيئه، على التمريره، جلال الدين، جلال الدين، الله 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 الله. انت تتكلم عن ادواردو ولا عن فيدريكو ولا عن جلال الدين؟ شوف شوف كيف المرور، كيف العبور الرأسية، استلمها جلال الدين ومرمى بين اثنين وسدد، ولكن التدخل الأخير في اللحظة الأخيرة يأتي عن طريق الدفاع الوصلاوي، عن طريق يوسف المهيري. بذلك الكرة تتحول الآن إلى ضربة ركنية أخرى لمصلحة شباب الأهلي، عالية بل هي أرضية، أرضية لعزيزون جانييف إلى عبد العزيز صنقور، صنقور استلام من سالم العزيزي، كرة فيها لقطة وانطلاقة للأمام. التوقف الدوري مع الكابتن بيرت فان مارفيك المدرب الهولندي الذي بطبيعة الحال يجهز في منتخب فترة المعسكرات الداخلية وأيضا التحضير لما هو قادم في الفترة التي ستشهد مباريات التصفيات لمنتخبنا الوطني. عادت لجلال الدين ماشاري بوف، لكن الكرة طالت، عزيزون جانييف 1-2، هذه لقطة إلى جلال الدين، جلال يعيدها إلى الوراء. على المستوى الجمالي أصبحت النتيجة مقترنة بالأداء، لذلك سنغور ينطلق ويلعب العرضية، ولكن دفاع الوسطية الملعب من الأوزبكي عزيزون جانييف، ركنية ملعوبة عالية باتجاه المرمى، رأسية من كارلوس، والكرة إلى أين؟ إلى ركنية أخرى، إلى ضربة بالأهلي. شوف أربع ركنيات في إشارة واضحة إلى المحاولات الأهلاوية على المرمى الوصلاوي. هنا عزيزون يتأهب مرة أخرى لتنفيذ هذه الركنية عالية باتجاه المرمى، خطيرة، الله. ناصر محمود، ناصر يخسر الكرة، مشاري بوف يمر، جلال الدين إلى إيغور، إلى جيسوس البرازيلي ينطلق، ولكن أيضا كرة تعود، كرة تتخلص، كرة بتمر وكرة بتعدي، إيغور، إيغور أمام المرمى، الله. الفرسان يصلون إلى مرمى الوصل، هذا إيغور، هذا على كارلوس إدواردو، تحركاته، أدواره في الملعب، هو ليس مهاجم رأس حربة، وهو ليس فقط مجرد صانع ألعاب، وهو ليس فقط مجرد مهاجم ثاني، هو يقدم ما هو أكثر من ذلك. دور كبير وشمولي لكارلوس إدواردو في فرقة الفرسان، ما شاء الله. المنظومة الوصلاوية أكثر فأكثر في الشوط الثاني، إذا ما أراد المجاراة الفريق، وإذا ما أراد أيضا أن يكون حاضر على مستوى الحدث أمام فريق ليس بالسهل أن يأتي من الفريق الذي بالفعل قدم الأداء الأجمل والأفضل في شوط المباراة الأول، حتى وإن كان يلعب خارج ملعبه. الوصل وشوط المباراة الثاني، مرمى، هذه مرت من ناصر محمود، مرت ولن تعود، لن تعود يا محمود. الكرة الملعب لا شك بأنها كفيلة بتنشيط الجانب الهجومي من قبل نادي الوصل في هذا الشوط وفي هذه الدقائق القادمة. مثلا ممكن نشوف أيضا جواو فيغيريدو كمهاجم بعد ذلك، إما كبديل لويس أنريكا، وإما أيضا بجوار لويس أنريكا. لا خطأ لدينا عزيزون، الدقيقة العاشرة من الشوط الثاني، عالية باتجاه المرمى، أوه كاد أن يفعلها نيرس،
كاد أن يفعلها بالخطأ في مرماه. هذه كرة عزيزون، ولكن هويلغو نيريس المدافع البرازيلي، شوف اللقطة الماضية، شوف حمدان الكمالي البحث عن كرة، عن محاولة في الجانب الأيسر من أرضية الملعب. أوه، هذه الانطلاقة الآن، هذه التمريرة وهذه اللقطة، والكرة من نيكولاس روز. نيكولاس في هذه الكرة، أحمد عبد الله إلى كارلوس إدواردو، إيغور جيسوس، يالي الكرة تلعب لي الأمام، عالية واصلت من جديد لمصلحة نيكولاس أوروز، أوروز أرجنتيني. عموما الكرة تصل بالرأس مرة أخرى، جلال الدين، جلال الدين يا جلال يا صنقور، الآن أرسلها للأمام. حدث ودائما ما نقول بأن فعلا المنتخب في الفترة القادمة بحاجة إلى تكاتف كل الجهود. نعم، إذن تبديل قادم، جلال الدين مشاريبوف، جلال الدين يغادر، ورجل ديربي بر دبي القديم هذا هو يحيى الغسان لمصلحة شباب الأهلي. عزيزون باتجاه المرمى، نيرس يبعدها الآن، عالية باتجاه المرمى، فيجيريدو أبعدها، أحبوش كملها للأمام، الانطلاقة تأتي شباب الأهلي الآن ليمارس الضغط، ليمارس السيطرة، طلب الكرة من الهداف كارلوس إدواردو، عدت راحت يا كارلوس إلى خارج أرضية الملعب، رجل مباراة السوبر، وكان أيضا بأداء كبير. الله، والمدافع يسجل، فأين المفر؟ أين المفر يا منافس؟ ثاني الأهداف، محمد جابر، محمد جابر يؤكد، يؤكد على الحضور، يؤكد على الظهور، المهاجم ولا المدافع ما تفرق، هذا فريق متكامل الأركان، هذا فريق يأتيك من حيث لا تحتسب. ضربة ركنية قادمة الآن، ضربة ركنية، شوف ثمان ركنيات مقابل لا شيء، عالية باتجاه المرمى تبعد منه.